السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، إليكم موضوع هذا الدرس اليوم، وهو The Present Continuous، الزمن المضارع المستمر، وهو من الأزمنة المهمة في اللغة الإنجليزية. نأخذ في هذا الدرس تركيبة الزمن والحالات الزمن في حالة الإثبات والنفي والاستفهام، وأمثلة وزارية سابقة تخص هذا الموضوع. يونت 1، الوحدة الأولى، Present Continuous، الزمن المضارع المستمر. نستخدم زمن المضارع المستمر للتكلم عن أحداث وقعت أثناء فترة الكلام، ونستدل على هذا الزمن من خلال الظروف التالية: Now معناها الآن، At the moment في هذه اللحظة، In the present في الوقت الحاضر. يوجد لدينا ثلاث حالات للجمل، وهي حالة الإثبات وحالة النفي وحالة الاستفهام. نبدأ بالحالة الأولى وهي حالة الإثبات. وتكوينة الزمن المضارع المستمر يتكون من فاعل، يكون هذا نوع الفاعل إذا كان I يأخذ am، زائد verb اللي هو الفعل يحتوي على ing في صيغة الاستمرارية، زائد تكملة الجملة. وإذا كان الفاعل he she it، تأخذ is زائد verb يحتوي على ing زائد فعل يحتوي على ing زائد تكملة الجملة. وإذا كان الفاعل they we you، تأخذ are زائد verb يحتوي على ing زائد تكملة الجملة، زائد فعل يحتوي على ing زائد تكملة الجملة. إذن هذه تركيبة الزمن المضارع المستمر، يدل على الاستمرارية، واستمرارية الفعل هي دلالة الـ ing الموجودة في الفعل. إذن هذه كتبتها بالخط الأحمر حتى توضح كل verb to be، الأفعال المساعدة التي تأتي مع الفاعل. الـ I يأخذ am، he she it تأخذ is، و they we you تأخذ are، زائد فعل يحتوي على ing. ونلاحظ في حالة الإثبات تنتهي الجملة في full stop، يعني نقطة. أيضا يمكنكم معرفة حالات إضافة الـ ing للأفعال في البطاقة الموجودة في هذا المقطع. إليكم المثال التالي: they between brackets clean اللي هو الفيرب الفعل، the garden now. أما يطلب من عندنا أن نحولها إلى الزمن المضارع المستمر، أو نحن نستدل من تركيبة الجملة على وجود الزمن المضارع المستمر. هناك كيف عرفنا الزمن المضارع المستمر؟ من كلمة أو الظرف now، الآن معناها الزمن المضارع المستمر. ويطلب من عندنا إلى تحويل الزمن إلى المضارع المستمر، فيكون هنا they اللي هو الفاعل، they يأخذ am أو is أو are، يأخذ are، ونرفع الأقواس ونضع الفعل في حالة الاستمرارية في حالة الـ ing cleaning، مع مراعاة عند إضافة الـ ing نغير المطلوب. فالفعل clean فقط نضع ing للفعل، the garden اللي هي التكملة، ونضع الظرف now الآن، فتصبح الجملة they are cleaning the garden now. إليكم مثال آخر: I am read between brackets the story now. هنا نعرف الزمن المضارع المستمر من كلمة now، أو هو يطلب من عندنا في السؤال إلى تحويلها إلى الزمن المضارع المستمر. هنا ذاكر كلمة I am، فالمطلوب نغيرها
I am نضعها نفسها نرفع البراكتس الأقواس ونغير الفعل إلى ING نضع الفعل ING يدل على الاستمرارية I am reading the story now أنا أقرأ القصة الآن مستمر بالقراءة فالـ ING تدل على الاستمرارية اللي هو الزمن المضارع المستمر إليكم هذا المثال He is sleeping هذه تركيبة الجملة كاملة تركيبتها الزمن المضارع المستمر لكن يريد يختبرك حتى تعرف تركيبة الزمن أي ظرف نستخدم مع هذا الزمن نعطيك اختيارات now yesterday tomorrow أي ظرف نستخدم مع الزمن المضارع المستمر فيكون الاختيار now he is sleeping now الحالة الثانية من حالات الجمل وهي النفي وتركيبة الزمن المضارع المستمر في حالة النفي تكون كالتالي فاعل هذا نوع الفاعل إذا كان I يأخذ am not زائد verb يحتوي على ing زائد تكملة الجملة وإذا كان الفاعل he أو she أو it تأخذ هذه is not أو بالاختصار isn't زائد verb فعل يحتوي على ing زائد تكملة وإذا كان الفاعل هذا they أو we أو you يأخذ are not أو aren't في حالة الاختصار زائد verb أو فعل يحتوي على ing هذه تركيبة الزمن المضارع المستمر تتركز على الـ ing للفعل إضافة ing للفعل مع مراعاة كل فاعل يأخذ الـ am يأخذ الـ I يأخذ am not والـ he she it تأخذ is not أو isn't والـ they we you تأخذ are not أو aren't إليكم المثال التالي we are playing تنس هذه الجملة مثبتة جملة الزمن المضارع المستمر نريد نحولها إلى الزمن إلى تركيبة النفي we are زائد not we are not أو aren't playing tennis هذه تركيبة الزمن المضارع المستمر في حالة النفي إليكم المثال التالي تركيبة الزمن المضارع المستمر في حالة النفي she between brackets not study well طالب من عندنا present continuous تحولها للزمن المضارع المستمر نضع الفاعل she نرفع الأقواس she نضع is الشي تأخذ is في حالة الزمن المضارع المستمر not ونأتي للفعل نضيف ing للفعل she is not studying مع مراعاة عند إضافة ال ing نعمل التغييرات اللازمة على الفعل well ونضع تكملة الجملة إليكم مثال آخر He not swim between brackets in the river يطلب من عندنا present continuous حولها إلى زمن المضارع المستمر نضع الفاعل He يأخذ is نضع النوت اللي هي تدل على النفي ونضع swim ونضيف لـ ing مع مراعاة عند إضافة الـ ing نضاعف الـ m ثالثا في حالة الاستفهام
تركيبة الجملة في حالة الاستفهام في الزمن المضارع المستمر تتكون من am، نقدم الفعل المساعد على الفاعل am أو is أو are، كل فعل مساعد حسب الفاعل الذي يأتي معه، زائد الفاعل زائد الفعل يحتوي على ing زائد تكملة الجملة، نفس تركيبة المثبت ولكن نقدم الفعل المساعد على الفاعل. إليكم مثال: He is watching TV. هذه في حالة المثبت. نريد نغيرها إلى حالة الاستفهام، نضع أو نقدم الفعل المساعد على الفاعل Is he watching TV، ويكون في نهاية الجملة علامة استفهام. ملاحظة: قد تأتي أحد أدوات السؤال مع حالة الاستفهام في حالة الزمن المضارع المستمر، مثل أي أداة استفهام WH تحتوي بداية على WH أو أداة الاستفهام how. مثال: What فراغ you doing now؟ هذه في حالة السؤال في حالة الزمن المضارع المستمر. عندك اختيارات do، are، will. يكون الاختيار what are you doing now، يكون الاختيار are، فعل مساعد، فاعل وفعل يحتوي على ing وظرف يدل على الزمن المضارع المستمر. وهنا جاءت احدى ادوات الاستفهام اللي هي تبدأ ب WH. إليكم أمثلة وزارية سابقة present continuous للزمن المضارع المستمر: Ali between brackets swim at the moment. عندنا الفاعل Ali، نضع يطلب من عندنا present continuous، حول هذه الجملة إلى الزمن المضارع المستمر، نضع الفاعل Ali. Ali يأخذ is، swim نرفع الأقواس ونضع ing للفعل swim. عندما نضع ing للفعل swim نضاعف الام ونضيف ing، ونضع التكملة اللي هي الظرف at the moment، ونضع نقطة في نهاية الجملة. إليكم هذا المثال: They run quickly. يطلب من عندنا present continuous، حولها للزمن المضارع المستمر، نضع الفاعل they، they يأخذ are، نرفع الأقواس ونضع الفعل ونضيف للفعل ing. عند إضافة ال ing، عندما ينتهي الفعل بحرف صحيح قبل حرف إلا واحد، نضاعف الحرف الصحيح ونضيف ing. ظروف الزمن التي نستخدمها مع المضارع المستمر هي now الآن، at the moment في هذه اللحظة، today اليوم، at the present في الوقت الحاضر. إليكم هذا المثال: I am، وهنا يطلب من عندنا أن نختار صيغة الفعل read، reads، reading. A book at the moment، عندنا هنا الظرف يدل على الزمن المضارع المستمر، إذا يكون الجواب فعل يحتوي على ing، فيكون الجواب I am reading a book at the moment. إليكم مثال آخر: They between brackets not watch TV at the moment. نضع الفاعل. أول شيء هذه الجملة يطلب من عندنا أن تكون في حالة النفي، إذا تبدأ الجملة بفاعل، فعل المساعد they يأخذ are، نضع النوت they are not، نضع الفعل، نضع للفعل ing،
they are not watching. ونكمل تكملة الجملة ونضع الظرف at the moment. إليكم هذا المثال. She what cooking is now. يطلب من عندنا في هذه الجملة put in the correct order. ضع أو رتب الجملة بالترتيب الصحيح. عندنا أداة استفهام what. الوات يتبعها فعل مساعد is. الإز يحتاج لفاعل what is she. cooking فعل يحتوي على ing والظرف now وفي نهاية الجملة question mark علامة استفهام فأصبحت what is she cooking now. أعزائي الطلبة أرجو الاستفادة من درس هذا اليوم وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ولمتابعة المزيد من المواضيع تجدوها على الموقع الإلكتروني www.salahayoub7.com ولمتابعة هذا الدرس على الموقع الإلكتروني تجدوه في نهاية هذا المقطع.